السلام عليكم الشباب، بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا اليوم شابتر 4 في مادة الـ Data Communication. الشابتر اسمه Digital Transmission. الـ Digital Transmission عندنا أول نقطة اللي هي Digital to Digital Conversion. إيش المقصود؟ بدنا نحول من ديجيتال داتا الى ديجيتال سيجنالز. ديجيتال داتا زي 101 0011 وهكذا، تتحول من خلال انكودر، هذا الجهاز الريسيفر بده يبعثها في الشبكه، فبتحول من خلال انكودر الى ديجيتال سيجنالز، مش ساين ويف، هي سكوير سيجنالز ديجيتال تمام، وبتمشي في السلك. لا، الطرف الآخر في عندنا ديكودر بيحولها مرة ثانية من سيجنالز إلى ديجيتال داتا، تمام؟ إذا داتا كان بي ايذر ديجيتال اور انالوج، سيجنالز ذات ريبريزنت داتا كان اولسو بي ديجيتال اور انالوج، اللي هي السيجنالز. هذا عندنا ديجيتال سيجنال وبنعرف الانالوج سيجنال. طيب، وي كان ريبريزنت ديجيتال داتا باي يوزينج ديجيتال سيجنالز، تمام. Conversion involves three techniques. هنتعرف على techniques ثلاثة خلال هذا الشابتر: line encoding و block encoding و scrambling. وحنبدأ بعد شوية في line encoding. تمام؟ line encoding هي عملية التحويل من digital data إلى digital signals، وهذا هو الهدف تبعنا. تمام؟ إذن في عندي sequence of digital data بدي أحوله ل sequence of digital signals، تمام؟ وهي الشكل أمامنا اللي حكينا فيه قبل شوية. في عندي مجموعة characteristics بنتعرف عليها قبل ما نفوت على الـ schemes بتاعت الـ line encoding ونشوف كيف الـ solutions والحلول اللي بتنفذ هذا الأمر. هات نتعرف الأول على الـ characteristics. في عندي signal element versus اللي هي data element. الـ data element اللي حنعرفه يا 0 يا 1 أو 0 1 وهكذا، أصغر شغلة هي 0 أو الواحد اللي هو البت، بنسميه احنا بت. الـ signal element هو أصغر وحدة زمنية لقياس الـ signal، سواء هو في الـ negative أو في الـ positive، في أي مكان الوحدة المعينة بنسميها إيش؟ signal element. وحدة القياس هي البود. The signal element is the shortest unit سماه time wise of digital signal. In other words, data elements are what we need to send. إحنا بدنا نرسل data elements، والsignal elements are we need we can send. إحنا عايزين نرسل data زي هيك، لكن بنقدرش نرسلها، بنقدر نرسل في السلك سيجنالز، مش حنرسل في السلك 0 1 كما هم، صحيح؟ فبنرسل سيجنالز، وكأنه السيجنالز هي الكارير، تمام؟ السيجنالز هي الكارير، والمحمول اللي كارد هو الداتا، تمام؟ We define a ratio R. طيب، بدنا نبدأ نعرف معادلات بسيطة. فعندي ريشيو معين بدي أسميه R، اللي هو is the number of data elements carried by each signal element. يعني كل signal من هذول قديش بيحمل data؟ 1 bit، 2 bit. إذا signal حمل 2 bit بتكون الـ R 2. إذا signal الواحد حمل 1 bit فالـ R 1. تمام؟ إذا two signals حملوا 1 bit قديش الـ R؟ نص. صحيح. طيب، نشوف الأمثلة البسيطة اللي هان. هاي signal element حامل 1 bit، إذا الـ R 1 قلنا، هي عدد البيتس على عدد السيجنالز. طب هانا إيش هانا صاير عندنا؟ البت الواحد موزع على 2 signals، 2 signal elements حاملين 1 bit، فالـ R نص. هانا 2 bits محمولين على 1 signal، إذا عدد البيتس على عدد السيجنالز هو 2، فالـ R 2. هنا البيتس 4
والسيجنالز 3، حمل كل 4 بيتس على 3 سيجنالز، فالآر 4 على 3 هي ريشيو 4 على 3. طيب الداتا ريت فيرسس سيجنال ريت، الداتا ريت بنعرفه اللي هو بالبيت بير سكند، اشتغلنا عليه كثير بالبيت بير سكند بقيسه، اما السيجنال ريت فبقيسه بالبود، قلنا مش هيك؟ بقيسه بالبود، ممكن اسميه بود ريت، ممكن اسميه بالس ريت، بعض المراجع بتسميه موديوليشن ريت، ريت كل واحد. طيب one goal in data communication is to increase the data and to decrease the signal rate. مظبوط؟ لو انا بدي احمل يوم العرس بدنا عندي 100 واحد بدي احملهم في السيارات، المصلحة احملهم في 10 سيارات ولا في 20 سيارة؟ بدي اوفر دائما، بقلل عدد السيارات وبزود الناس اللي بحملهم في السيارات، مظبوط؟ نفس الفكرة. فأنا لازم أقلل، هدفي دائما في الكوميونيكيشن أقلل عدد السيجنالز، تكون عدد سيجنالز أقل لكن داتا أكبر. إذا بقلل decrease the signal rate and increase the data rate، هيك بستفيد أكثر، يكون عندي efficiency أعلى. طيب نشوف relationship between data rate and signal rate، إيش العلاقة بينهم؟ إيش هي؟ ما في الآر هي اللي بتوضح العلاقة مش هيك؟ الآر إيش كانت؟ اللي هي الداتا ريت على السيجنال ريت، صحيح؟ فالسيجنال ريت بيساوي إن على آر، عندنا العلاقة هي السيجنال ريت بيساوي إن على آر، إن هي الداتا ريت طبعًا. طيب ال سيجنال ريت بيختلف، مرات بكون اقل مرات بكون اكثر حسب شكل الداتا الكيس اللي جايه، تمام؟ فاحنا دائما مهتمين بالافريج، الافريج لها المعادله هذه، دخلت سي هي الفاكتور فور ذا كيس، فاكتور فور ذا كيس هي من 0 ل 1، هي قيمه كونستانت من 0 ل 1 بتنحط بناء على الكيس، ايش الداتا اللي عندي، اصفار كثير او متقلبه وهكذا. فعندي السي مضروبة في الان الداتا ريت، إذا مضروبة في 1 على ار بود، طبعا قلنا السيجنال ريت نقيسه بالبود، تمام؟ صرنا عارفين إذا المعادلة هذه اللي هي اس افريج بتساوي سي في ان في 1 على ار. نشوف مثال بسيط، a signal is carrying data in which one data element is encoded as one signal element. كل data element encoded for one signal. إذا الـ R بتساوي 1. If the bit rate is 100 kilobit per second, what is the average value of the baud rate? تمام؟ إذا عرفنا الـ data rate، الـ data rate، وبدنا نعرف وبنسميه الـ bit rate هو نفس الشيء، بدنا الـ signal rate اللي هو بالـ baud. If the baud rate of the baud rate if c is between 0 and 1. اوكي. هات نحط c نص مثلا، ما دام هي between 0 and 1 خلينا نحط ال c نص هي. فبنعوض في المعادله، اذا ال s بتساوي نص اللي هو c، ال n قديش كانت؟ 100 كيلوبت بير سكند. 100 في 1000 مظبوط؟ طيب الآر ايش اعطانا؟ الآر 1، وهنا المعادله بتقول 1 على آر، فواحد على واحد ما فرقتش، اذا النص مضروبه في 100 كيلو فبصفي 50 كيلو بود، واضح؟ طيب نيجي للباندويدث، صرنا احنا شغالين كويس على الباندويدث مسبقا، although the actual bandwidth of a digital signal is infinite، قلنا قبل هيك انه بيبدا من الصفر فبنعتبره انفينيت الفريكوانسز، لكن في التطبيق في الحقيقه هو فينيت مش انفينيت، ناخذ احنا جزء معين. طيب the bandwidth اللي هو range of frequencies is proportional to the signal rate، اذا الباندويدث is proportional to the signal rate، كل ما زاد السيجنال ريت وتزيد الباندويدث وهكذا. طيب
السيجنال ريت ايش كان؟ سي في ان في واحد على ار، نفس الشيء الباندويث. اذا ما دام هم بروبورشنال فقلنا الباندويث المينيمم، المينيمم بيساوي السي في ان في واحد على ار. طيب هات نطلع ان لحالها، خلي ان على اليمين هان، لو ودينا السي هناك بتصير تحت، وودي الواحد على ار هناك على الجهه الثانيه بتصير الار فوق، تنعكس مزبوط. فهي اللي صار انه الان بتساوي واحد على سي والبي ظلت مكانها ومضروبه في ار، تمام. اذا الان ماكسيمم، الداتا ريت الماكسيمم اللي ممكن نحصل عليه من هذا الباندويث، لو الباندويث جيفن، هي جيفن معطى الباندويث جيفن، فبصير الداتا ريت الماكسيمم واحد على سي مضروب في بي مضروب في ار. مرت علينا هذه المعادله قبل هيك، هذه معادلة نيكويست. تذكروا نيكويست ايش كان قال؟ تذكروا نيكويست قال ال N ماكسيمم بتساوي 2 في B الباندويث في لوج 2 L لعدد الليفلز، اللوج الثاني لعدد الليفلز. هذه هي نفس هذه المعادلة بس حالة خاصة منها، بمعنى ال L اجت واحد اثنين عفوا، لو ال L 2 ايش اللوج 2 لل L؟ بصير واحد، صحيح؟ فكأنها مش موجودة. كويس، اللهم صل على محمد. ولو السي كانت نص، مش السي حنفترضها نص حسب، يعني بناخذ الافرج لكل الحالات، هي من زيرو لواحد السي. لو اعتبرناها نص فايش بصير؟ واحد على سي، المعادلة بتقول واحد على سي، تمام؟ ما انه هي نص، السي لحالها نص، فالواحد على سي بصير اثنين، اثنين بي، تمام؟ اثنين بي، ولو اعتبرنا الـ R واحد فخلص هي واحد، وصارت هي نفس المعادلة كأنه 2 بي. هلا لو اعتبرنا two levels بتصير واحد، نفس الشيء 2 بي مع 2 بي، صفت نفس المعادلة. هي طيب baseline wandering in decoding a digital. ايش هو baseline wandering؟ هو انه بتغير مكان الافرج، الافرج باور، تمام. هات نشوف. In decoding a digital signal the receiver calculates running average of the received signal power. اذا دائما هو بيحسب وين الافرج، الرننج افرج، يعني في هذه في هذه اللحظه دائما حاسب الافرج للباور، بحيث الاعلى من هيك بوزيتيف واذا اقل نيجاتيف، حتى يميز بين الصفر والواحد او بين الليفلز تاعت السيجنالز، تمام؟ بهمه جدا يعرف هذا الافرج في كل لحظه بيبقى محدده، هذا عند الريسيفر، لانه التراسل والسندر والريسيفر مهم جدا انه تصل المعلومات صحيحه، الصفر يصل صفر والواحد يصل واحد وهكذا. اذا this average is called baseline، هذا الافرج بنسميه baseline. طيب along string of zeros or ones، لو جاني اصفار على طول هيك كثير من الاصفار، فحيصير الفولتج في اتجاه واحد، ها مش حيصير طالع نازل زي ما يكون صفر واحد صفر واحد صفر واحد، قاعد هو ايش جاي كله صفر ورا بعض مثلا، او كله واحدات ورا بعض. كويس، هذا بسبب مشكله، هذا ممكن يغير، او يعني ما يعرفش الريسيفر وين الافرج. لو قعد فتره جاي اصفار طويله ورا بعض، سيكونس من الاصفار او سيكونس من الوحدات، كان كوز ادريفت ان ذا بيز لاين، بصير انحراف في البيز لاين وممكن يقرا خطا الداتا، اد ميك ات ديفيكلت فور ذا ريسيفر تو ديكود كوركتلي، قد يخطئ اذا في قراءة الداتا بعد هيك. طيب اللاين كودينج اللي حنتعرف عليه بعد شوية، السكيمز، اللاين كودينج سكيم الوحي اللي جيدة needs to prevent baseline wandering. إذا إحنا لازم نتخلص من البيزلاين wandering، كيف ممكن نتخلص منه؟ فكروا معي، إيش رأيكم؟ انه ما نخليش اصفار تيجي ورا بعض، صحيح؟ ما نخليش سيكونس طويل من الاصفار، ولا نخلي سيكونس طويل من الوحدات يجي ورا بعض، فهيك بنمنع حدوث البيز لاين واندرينج. طيب الدي سي كومبوننتس، وين ذا فولتج
level in a digital signal is constant, تمام؟ إذا الفولتج ليفل لو كان ثابت لفترة for a while إيش في؟ The spectrum creates very low frequencies, تمام؟ ناتج عن تحليل فوريير كويس؟ These frequencies around zero, هذه الفريكونسز حوالين الزيرو بسموها دي سي يعني دايركت كارنت كومبوننتس ها بسموها دايركت كارنت كومبوننتس present problems for a system that cannot pass low frequencies. بعض السيستمز الكترونيا ما بيقدرش يمرر اللو فريكونسز فبتحصل مشكله هو مش جايب هذه اللو فريكونسز فهي احنا بدناش تكون موجوده من الاصل تمام. Then we need a scheme with no DC component. بدناش يكون في عندنا DC component. طيب السيلف سينكرونايزيشن ايش بنقصد في السيلف سينكرونايزيشن؟ The receiver's bit intervals must correspond exactly to the sender's bit intervals. الزمن للبت الواحد من عند السندر لازم يساوي تماما زمن البت الواحد عند الريسيفر. هذا بيعتمد على الكلوك صحيح؟ الكلوك تاعت الجهاز تيك 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 هذه الكلوك لازم تكون كل تيك عند الريسيفر تقابلها بالضبط نفس الزمن تيك عند الريسيفر حتى يقرأه بشكل سليم. If the receiver clock faster or slower, the bit intervals are not matched and the receiver might misinterpret the signals. حيقرأهم بشكل سهل بشكل غير سليم حيفسرهم بشكل خاطئ. طيب يعني لو واحد أرسل هذا مثلا والثاني كان أسرع منه راح قرأ هذه البتات زي ما حنشوف بعد شوية خلاص كل الداتا صارت غلط. طيب a self-synchronization digital signal includes timing information in the data being transmitted. أنا عشان ما يصيرش هذا الخطأ بخلي السندر لما بيرسل الداتا للريسيفر تمام هذه الداتا اللي جايه اصفار ووحدات 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 واصفار بخليه يزود داتا مش موجوده في الاصل الداتا بخليه يزود داتا معينه مش موجوده في اصل الداتا حتى تساعدني ايش؟ اني اميز الداتا وصلت صحيحه او ما وصلتش صحيحه تمام. إذا في عندي timing information في عندي timing information وفي عندي اللي هو الكوركشن. هذا الرسم على فكرة أفضل للكوركشن. timing information ممكن نعبر عنه بالشكل هذا يعني أنا عندي data هاي الزمن تاع البت الواحدة هاي زمن للبت الواحد فبخليه مثلا في نص البت يروح ايش؟ عامل ترانزيشن. اذا قال لك تايمينج انفورميشن ومثلا هنا في نص البت راح اعمل كمان ترانزيشن تمام؟ البت اللي بعده بدا من تحت مثلا وفي نص البت راح اعمل ترانزيشن. يعني بنتقل من هان لهان تمام؟ هذا ايش بخليه؟ بخلي الريسيفر يميز وسط البت وين مركز البت. فكل شوية بسنتر كأنه كيف اللي بسنتر على حاجة معينة كل بت في نص الزمن بروح الريسيفر لو صار انحراف في الساعة بتاعته بتقرأ بشكل غير سليم بروح بسنتر وبقرأ البت في نص الزمن تبعه بصير يميزه انه هذا وسط البت تمام؟ اوكي نشوف هنا in a digital transmission the receiver clock أسرع من السندر ب 0.1 أسرع من السندر ب 0.1% تمام؟ قديش حتأثر هذه لو أرسل السندر 1 كيلو؟ في عندي 0.1% الريسيفر أسرع حيقرأ زيادة الريسيفر طبعا حيقرأ من كل 1000 واحدة إذا هي 1 كيلو يعني هي 1000 بت حيقرأهم 1000 واحد الريسيفر بدل 1000 بت حيقرأ 1000 واحد تمام؟ هذا كيف بيحصل؟ إنه هي السندر مع الزمن هيك شغال هي بت 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 كل زمن بت
لو كان الريسيفر أسرع، هن 70 كثير، بس حتى نميز يعني نوضح الفكرة. هاي البت لكل الزمن، لكل بت عند الريسيفر. فلاحظ أول بت هذا مثلا الواحد هو قرأه مرتين، هاي وسط البت راح قرأه هان، وهي وسط البت راح قرأه هان، طلع يعني لسه ضمن البت الأول، فراح عملوا بتين، عمل واحد واحد، شفتوا كيف؟ هان زيرو، هذول البتين راح يقدر يقرأ 3 مرات في زمن هذا البتين، وهكذا. فبتطلع الداتا خاطئة. طيب ما زلنا في ال 0.1% عند الريسيفر أسرع، قديش بيأثر لو 1 ميجا، لو تم إرسال 1 ميجا؟ طبعا 1 في 1000 هي حتزيد من المليون 1000، إذا هسه عندي مليون و1000 بت قرأهم الريسيفر. كل الأحوال لو بت واحد زيادة خلص صارت الداتا خاطئة، وبنعرفش احنا أصلا في أي لحظة هو قرأ هذا البت الزيادة وصار الانحراف في الداتا وهكذا. فلا يجوز إنه الكلوك تاعت الريسيفر تكون أسرع ولا أبطأ من الكلوك تاعت السندر. طيب built in error detection is desirable to have a built-in error detecting capability in the generated code. لازم إيش يكون عندي إمكانية أكتشف هذا الخطأ، لو في عندي خطأ في إرسال الداتا error detection بدعمل بدي أكتشفها. فزي ما قلت هنا في الرسمة إنه لازم أزود وحدات أو أزود أصفار زيادة أنا في الداتا الأصلية، ومن خلال سكيم معينة بقرأ الريسيفر بدور على الداتا اللي أرسلت زيادة، بيكتشف انه بيعمل حسابات معينه، بيكتشف انه في خطأ في ارسال الداتا. نفس الشيء لو بدي اعمل مش ديتكشن، بدي اعمل كوركشن، حنشوف في شابتر 10 في هذا المساق ان شاء الله انه ممكن اعمل كوركشن للداتا غير يعني فضلا عن الديتكشن، وهذا بيحتاج ارسال مزيد من الداتا بين السندر والريسيفر. بدي ارسل اصفار وحدات، اصفار وحدات زياده غير الداتا الاصليه. فاذا كان برسل للديتكشن مثلا 2 بيتس، بدي ارسل للكوركشن 5 بت او 7 بت حتى استطيع اعمل كوركشن. بحتاج كثير من الداتا زي اوفر هيد، يعني ترسل اوفر هيد اضافيه حتى استطيع اعمل الكوركشن. ومطبقه هذه السكيمات. طيب immunity to noise and interference، حنشوف في السكيمات اللي جاية حنشوف انه في سكيمز تعمل immunity للنويز والانترفيرنس، بتقاومها وبتخليني اقرأ الداتا رغم التشويش، وميز الصفر هذا صفر، وميز الواحد انه هذا واحد. complexity طبعا كل ما كانت الداتا simple بتكون ارخص السكيم يعني، لكن السكيم اللي complex هتكون مكلفة أكثر. طيب هذا كله كان تقديم للسكيمز تاعت اللاين كودينج. هات نبدأ في السكيمز ونتعرف على بعض السكيمز. السكيمز اللي حنمر عليها في هذا الشابتر إن شاء الله هي لاين كودينج سكيمز، هي اليونيبولر والبولر والبايبولر والمالتي ليفل والمالتي ترانزيشن. كلهم هنتعرف عليهم إن شاء الله خلال هذا الشابتر، وهذول مهمين جدا يا شباب، جدا مهمين، بيظلوا مروا عليكم طول المساق، يعني هذا بيأسس الآن لكل المساق ولمساق الشبكات كمان ولأي مساقات في هذه المواضيع، في الإنكودينج وهكذا، في إرسال الداتا، حتى في السوفت وير، في تشفير، قد تمر في أشياء كثيرة. اللهم صل على محمد. فمهم جدا نفهم هذه السكيمز. إذا we can roughly divide line coding schemes to 5 broad categories اللي هم إحنا حكينا عنهم الآن. طيب هات نبدأ على طول. في أول نوع اسمه unipolar scheme. إيش معنى unipolar؟ unipolar معناها إنه في اتجاه واحد بالنسبة للتايم أكسس. هاي التايم أكسس اللي في جهة واحدة منه فوق أو تحت بيروحش على الجهة التانية بنسميه unipolar، اما في الجهتين باي بولر. تمام، اللي بروح بيجي على الجهتين بنسميه باي بولر. طيب اول نوع اذا اسمه نون ريتيرن تو زيرو، هذا حتسمعوها كثير في الشبكات، كثير شبكات يعني بتمر عليكم اما ريتيرن تو زيرو او نون ريتيرن تو زيرو وهكذا. طيب
Traditionally, a unipolar scheme was designed as a non-return to zero. تمام، اليونيبولار non-return to zero scheme in which the positive voltage defines bit 1. اعتبر البوزيتيف واحد والزيرو زيرو. مرات يكون العكس طبعا، مش ملزمين انه البوزيتيف واحد. ممكن نعمل انه هذا الزيرو لو حبينا البوزيتيف، ونعمل اللي قيمتها زيرو في السيجنال هي واحد في الداتا. طيب it is called non return to zero. ليش بسموها non return to zero؟ لانه في خلال زمن البت الواحد بترجعش على الزيرو. تمام، خلال زمن البت الواحد بتروحش على الزيرو فولتيج. تمام، طيب اليوني بولار compared with its polar counterpart ايش معنى؟ this scheme is very costly. هذا مكلف، مكلف لانه تطلعوا كيف لو بدي اعمل ساين ويف، ساين ويف حتاكل مني كثير، لكن لما بكون مثلا باي بولار طالعه نازله حتلاقي الساين ويف ايش؟ حاستغل وقتها بشكل افضل. فهي كوستلي ذا سكيم، وكمان ايش؟ the power needed to send one bit per unit line resistance. طيب is double that for polar non return to zero. اذا بحتاج دبل الباور. طيب البولار سكيم، هات نشوف البولار سكيم. خلص هاي النون بولار مش فيها حاجه، انه دائما في اتجاه واحد، واللي على الزيرو بعطيها قيمه، واللي في لها فولتج مش زيرو، اللي لها فولتج بعطيها القيمه الاخرى. طيب in polar schemes the voltages are both side on both sides طبعا of the time axis. تمام، non return to zero بس polar، هذا ما زال non return to zero، بمعنى خلال البت الواحد بيمشيش على الزيرو، هو خلال البت الواحد بيرجعش يمشي على الزيرو، فهو non return to zero. Use two voltage levels of voltage amplitude. طيب non return to zero level، في عنده نوعين منه يا جماعة، في عنده نوعين، نوع بسميه L ونوع بسميه I invert، نوع level ونوع invert. هات نشوف مع بعض ايش بيختلفوا. ال non return to zero level طلع هاد، هي بدأ فوق zero تحت واحد، زيرو زيرو واحد 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 زيرو. إذا اعتمد على مكان السيجنال، هل هو في الأعلى أو في الأسفل؟ إذا في الأعلى زيرو، في الأسفل واحد. تمام؟ أوكي. طب هذا كيف شغال؟ هي هنا الزيرو فوق، هذا الزيرو جاية تحت. هذا زيرو تحت برضه، هذا زيرو جاية فوق. كيف وزعوا يعني؟ كيف قال لي إنه هذا زيرو وهذا واحد؟ ايوه. طيب هات نشوف مع بعض، هي بدأ بزيرو، بدأ بزيرو كويس، بعد شوي صار عنده انفيرجن، صار عنده انفيرجن يعني انقلب الفولتاج، انقلب الفولتاج من فوق صار تحت. ايش معناته؟ معناته النكست بيت از 1، فبما انه هنا عنده واحد فلازم ينزل تحت السيجنال، هي نزل تحت معناته هو حامل واحد الان. طب اذا نو انفيرجن، ما قلبش، ضله ماشي زي ما هو، معناته هو حامل ايش؟ حامل زيرو. الحاله هذه هو حامل زيرو، هي حامل زيرو. كمان مرة ما قلبش، يعني ايش هو حامل؟ حامل زيرو. طب راح قلب طلع على الجهة الثانية، معناته هو الآن حامل واحد، شايفين؟ حامل واحد. تمام؟ طيب وهكذا فهمنا الفكرة، كل ما قلب معناته اللي بعده واحد، هو حيحمل واحد الآن،
وكل ما كان نو انفيرجن ظلوا في نفس الاتجاه ماشي، معناته هو حامل زيرو. بس هي الفكرة. فهيك ميزنا بين النون ريتيرن تو زيرو ليفل وبين النون ريتيرن تو زيرو انفيرجن. خلينا نوقف هان، والحصة الجاية نرجع نحكي عنه بسرعة وننتقل للموضوع اللي بعده بإذن الله. يعطيكم العافية يا شباب، خليني أوقف التسجيل. لحظة شوية.